تعالوا مع بعض نشوف اول وصفه بقى مكوناتها ايه. عندنا بتنجان، شرايح من البتنجان، وهوريكم ازاي بنقطعها اهي. عندنا كمان بيض، جبنه فته او جبنه قريش على حسب المتاح، شويه دقيق، ودي ده عشان يمسك لي العجينه، طماطم، بهارات كمون وبهارات ثوم مفروم، وكمان بصل اخضر، وزي ما قلت البيض، وهنحتاج كمان زيت وملح وفلفل. خلاص، طيب اول حاجه نعمل الخلطه بتاعتنا، وهفتح الطاسه كده، والطاسه اللي نستخدمها نبقى متاكدين انها غير لاصقه تماما. هحط بس الحاجات كده جنبي كلها. هبقى عايزه زيت الزيتون نحطه هنا، وهبقى عايزه حبه عصير، لا خليها خل، يا ليمون يا خل عشان البيض. خلاص تعالوا مع بعض بقى. اهو اول حاجه هعملها ان انا هكسر البيض. البيض النهارده فريش قوي، ما يعني هو ما استحملش. اول ما اكسره اول حاجه هتتحط عليه الملح، فلفل اسود، فص تومه مفرومه هتدي للبيض طعم حلو جدا، رشة كمون. الكمون دايما يتحط له رشة صغيرة عشان هو زيادة فيه بتقلب لي طعمه مش حلو. بهارات دي اختيارية، مش عايزين تحطوها ما تحطوهاش. معلقة الخل. خلاص نقلب كويس قوي. الحاجة اللي هتتحط على طول دلوقتي هي الدقيق، نقلب كويس قوي. بعد كده الجبنة، يلا ابتدي بقى احط ايه، البصل الاخضر مع حبة الطماطم. طبعا الخضار ده بالذات اختياري، يعني ممكن نحط طماطم، ممكن نحط فلفل رومي، ممكن نحط بصل ابيض او احمر، يعني ده بالذات اللي انتوا عايزينه. هقلب كويس قوي. احط الطماطم، الريحة حلوة قوي. طالما ريحة حلوة احنا كده تمام. تعالوا بقى نعمل ايه، البتنجان اهو اللي متقطع، وهوريكم دلوقتي ازاي بنقطعه. احطه هنا كده، وادهن الطاسة بتاعتي كويس قوي، وابتدي احط كده البتنجان. انا حابه، انا ده عشان كبير سايبه شوية بتنجان فيه، لو اصغر ممكن تلاقوا احنا بنقطع ما بنسيبش حاجة، يعني ممكن احط واحدة اصغر شوية اهو. خلاص هستنى بس عليه شوية اتأكد انه اتحمر كويس من تحت، لان اول ما احط العجينة هتستوي. هحط كده الخليط، اول ما يجمد من تحت هقلبه الناحيه التانيه. هنحط كده كده اهو كده